يا رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أجل المرسلين وآله وصحابته وتابعين من واله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الإخوة المتحدثين من قبلي على ما أجادوا وأفادوا، وبيان ما عند الصوفية من الباطل. واحد بجاي قال سليمان عليه السلام كان بيتكلم مع الطير. أين أقول نعم، سليمان مؤيد من عند الله عز وجل ونبي. ربنا قال في سورة النمل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى أتوا على وادي النمل، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد قال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. سليمان عليه السلام نبي هذول، وربنا علمه منطقة الطير، لكن أبوك الشيخ ضل علمه منه. ويعني ذكر قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث النبي أنه لما الشيطان جاء لما يقطع عليه الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمسك الشيطان وقال: لولا دعوة أخي سليمان قال لربطته ليلعب به صبيان المدينة. ودعوة سليمان عليه السلام ربنا قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فربنا أداه وعلمه منطقة الطير. تاني ما في زول يا زول بيتكلم مع الطير، ربنا قال فلان ده بيتكلم مع الطير. سليمان عليه السلام مؤيد وربنا أداه هذه الخاصية، لكن غيره ما بتقدر تقنعنا. سكسك للطير، انت سكسك للطير لشنو؟ تسكسك للطير لشنو؟ فده كله من الشبهة التي يلقونها هؤلاء، والاستدلال بحديث صحيح لكن فهم الحديث وفهم النص هو الإشكال، لأنه الخلل قد يكون في فهم الحديث. ما قد يكون الحديث صحيح والآية صحيحة لكن فهمك لها ما يقول لك ربنا علمه. ربنا دي خاصية دا لسليمان فقط. النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا دعوة أخي سليمان عليه السلام على نبينا أفضل الصلاة والسلام. فما عندك حجة في الحديث ولا في الآية، بل حج عليك الآية والحديث، الاثنين حج عليك. فالمهم أنا ما أقدر أتكلم في الموضوع ده، وأخونا محي الدين جزاه الله خير يتكلم عن السحر ومعظم الكرامات التي تقع إنما من الصوفية كرامات شنوية، أحوال شيطانية. الصحيح تقال أحوال شيطانية. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كتب كتاب اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأنه الشيطان عنده ولي، الشيطان عنده أولياء، وربنا عنده أولياء. ربنا قال في القرآن: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الشيطان عنده أولياء. ربنا قال في سورة يعني في سورة إبراهيم في سورة مريم عفوا: وإذ قال إبراهيم لأبيه يا أبتي قال إذ قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لحد ما قال له: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. الشيطان عنده أولياء. وين يا زول تقيس كلامه؟ شوف زول يا زي الشيء المسطر في كتب الصوفية ده غالبه من قبيل الأحوال الشيطانية، في الغالب من قبيل الأحوال الشيطانية. طيب أنا دار أديك تحصينات، دار أديك تحصينات من السحر عشان ما تتخدع. السحر موجود في القرآن وفي السنة. قال الله تبارك وتعالى في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هذه الصورة العظيمة من أعظم الصور التي
يتحصن بها الإنسان حتى لا تطاله أعمال السحر والسحر. شفت ربنا قال قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق. طيب ربنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول قل أعوذ برب الفلق، والعوذ أو الاستعاذة هي طلب الحماية من الله تبارك وتعالى. الاستعاذة هي طلب الحماية من الله. الإنسان إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أحتمي وألتجئ إلى الله من الشيطان الرجيم. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إذا آوى إلى فراشه أن يقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، أو علمه لأحد الصحابة. فالاستعاذة هي طلب الحماية. وفي ناس بيستعيذوا بغير الله. ربنا قال في سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زمان المشركين الزمان لمن يمشوا وادي ولا يخشوا غابة ولا صحراء كان الواحد بيقول أعوذ بكبير هذا الوادي من السفه، يعني الزعيم بتاع الوادي من الجن من السفه الصغار، يستعيذ بالزعيم من السفه. والكبار والصغار كلهم ما بجوز يستعيذ بهم، لا كبير لا صغير. ربنا قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون أي يحتمون ويطلبون الحماية من كبير الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، رجال من الإنس من البشر يعوذون برجال من الجن، رجال يعني يقول نعوذ بكبير هذا الوادي من سفاه. ربنا قال فزادوهم رهقا أي قلقا وخوفا وزعرا. زول احتموا بالشيطان باقي لك دبر يحو أسأل، لو في زول فات له ولا صاحب قبة، لو في زول فات له قبة ولا ضريح ولا غيره قال أبويا الشيخ تلحقني وتفزعني، ولا أبويا الشيخ ألا جماعة دي ساكنني، هو عنده لك حاجة ولا عنده لك شيء؟ هو إذا كان أصلا يعني فيه فائدة كان يقوم عليه حلو، لكنه ميت. ربنا قال عنه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وربنا في آية ثانية قال أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. فأنت توكل على الحي، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالاستعاذة هي طلب الحماية من الله. الزول لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أحتمي بالله وألتجئ إلى الله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب الفلق. رب الفلق هو الله تبارك وتعالى، والفلق هو كل ما ينفلق عن غيره. الفلق كل ما ينفلق عن غيره، الليل ينفلق منه النهار والنهار ينفلق منه الليل، فرب الفلق هو الله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، لأنه في شرور كثيرة، في شرور كثيرة. الشياطين لها شرور، والعقارب والسباع والثعابين لها شرور، فالإنسان يستعيذ، والصوفية عندهم شرور زي ما قال أخونا، فالإنسان يستعيذ بالله عز وجل من هذه الشرور. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق أي من شر كل ذي شر، من شر ما خلق أي شر الإنسان يستعيذ منه. عشان كده يعني ربنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول وللنفس كذلك شر، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول وأعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أغترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فرب الفلق هو الله تبارك وتعالى. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل، الغاسق هو الليل إذا دخل، إذا وقب أي إذا دخل، إذا من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. شوف الليل ده الحرامية بيشتغلوا مرات بالليل ومرات بالنهار، وهسه قبل شوية شفنا نموذج حي واحد بيجان طوالي هنا، والشياطين تنتشر بالليل، والحيات والثعابين والعقارب والهوام تنتشر بالليل. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لك لما المغرب يجي تدخل اللو جوا وتقفل تقفل بابك، والشياطين بتنتشر في ذلك الوقت يعني عند المساء. فانت اولادك دخلهم جوا وحصنهم، تحصنهم بهذه الصور
المعوذات والإخلاص. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما، كان يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فلما أنزل عليه الفلق والإخلاص والناس يعني أخذ بهما وترك ما سواهما. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الألباني في السلسلة قال: وما تعوذ متعوذ بمثلهما، أي المعوذات، وما تعوذ أي ما التجأ واحتمى إنسان بمثل هذه الكلمات المعوذات الفلق والناس. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يعني أرشدك الصباح بعد الصبح تقرأ الفلق والناس والإخلاص ثلاثة ثلاثة، وبعد العصر تقرأ ثلاثة ثلاثة. إذا قرأتها تكون في كنف الله وفي حفظ الله وفي يعني رعاية الله، لا يضرك شيطان ولا يضرك ساحر ولا يضرك يعني إنسان إن شاء الله تبارك وتعالى. عشان كده قال ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات في العقد ديال السحرة الذين يعقدون الخيوط، تلقى الليلة كثير من الحجبات تفتحها جوا تلقى الخيط ملفلف بكمية من الخيوط ومعقد جوا، معقد 7 عقد 11 عقدة يعقد الخيوط وينفثوا ويطلوا العزائم الشركية والطلاسم ومعظم الحجبات ومعظم التمائم مكتوبة بهذه الكيفية. ما يجيك واحد يغشك ويقول لك الحجاب بتاعي ده قرآن، حتى لو قرآن تلقاه ما بيخلو من أشياء، يا إما مكتوب بالزيادة أو مكتوب بالنقصان أو مكتوب بالنجاسة أو مكتوب معكوس، ما بتلقى لك حجاب يعني يخلو من هذه الأمور التي يفعلها الدجاجلة والمشعوذين. وياما كثير لقينا حجبات وفرتقناها، والليلة لو في زول عنده حجاب شغال، زوادين حجاب شغال بيان بالعمل نجيبه هنا، حجابك ده بتاع شنو؟ يقول لك والله بتاع سكين، السكين ما بتاكلني، تعال جيب حجابك والبس حجابك. ونحن بنقرا قران، نقرا قران ونأذن والله، بس ولم نطعنك بالسكين، بس نجيب موس نسلمك اظانك في يدك. والله الذي لا، لانه الشيطان الشيطان عنده يعني مع الحجاب، اول ما تقرا القران وتأذن الشيطان بيطير. عشان كده ثاني السك المش الابره تخش فيك. وجيب ما دقصه كلام كثير ما بينفع، عندك جيبه، عارف زول عنده حجاب شغال جيبه لنا هنا، قصه بيان بالعمل بس، نوريك على ارض الواقع ان هذا من قبيل الدجل والشعوذه. قال ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات في العقد ديال السواحر. ودار تعرف الساحر؟ نديك علامه الساحر باختصار. دار تعرف الزول ده ساحر ولا ما ساحر؟ وما يغشك، يقول لك ده فقير وعنده خدام وعنده روحانيين وعنده اولاد ماما. في النهايه شوف الزول ده اذا جيت خاشي عليه قال لك اسمك منو واسم امك منو، اعرفه ده ساحر. مما يقول لك امك اسمها منو، اعرفه ده ساحر. قال لك جيب لي عتود قرعين اسود وضنب ابيض، يا زول انت دايرك فجله ولا جزر؟ شنو عتود هنا وبتاع؟ قال لك حيوان بمواصفات زي دي، اعرفه ساحر. ولو قال لك جيب لي مثلا من المريض جيب لي منه اثر، جيب لي منه جلابيه طاقيه فانيله داخليه، ودائما بيحبوا الحاجات اللي بتكون ملامسه جسم الزول الدارين يسحروه، شفت؟ وتاني لو اداك بخرات او حجبات او اداك يعني مويه قال لك اكشحها في البيت ولا دفقها ولا كده، اعرفه ده ساحر مجرم. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد عليه الصلاه والسلام. اوعى وقول لك ارقد لك بالخيره واشوف لك البخت وافتح لك الكتاب، كل هذا من الدجل. وست الودع ذاتها ما ناسيه، ست الودع وابراج الحظ ده كله من الدجل، كله من الدجل. اذا ما صدقت ساي يقول لك والله انا عارف الشغل ده بتاع دجل وكده، لكن بس حب استطلاع ساي يا مولانا 40 يوم ما عندك صلاه. من اتى كاهنا من اتى عرافا فساله عن شيء لا تقبل له صلاه 40 يوما، ده كلامني انا، ده كلامي انا، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني بعد دلار تمشي نحن وريناك الحق، وريناك كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. ثاني بعد دلار تمشي ما تقول لي ده ابونا فلان هناك في السكانيبه، حتى لو في السكانيبه ولا في الزريبه ولا غيره، اداك حجبات، اداك بخرات، اداك التمايم، اداك غيره وطلب منك الحاجات دي، اعرفه ده ساحر ودجال وما بجوز امشي له. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. شفت زول؟ الزول الحاسد ده لو شافك يعني ربنا اداك مال يحسدك، لو ربنا هداك للتوحيد يحسدك. كثير من الناس اللي بيكوركوا ده لسه ماله عنده معانا مشكله، شنو عنده مشكله؟ في ارض، في قروش؟ لا لا لا، انما حسدونا على هذا التوحيد.
ربنا قال وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قلنا لك يا أخي أنا وإنت وكل المسلمين نتوجه لله اللي بيحمينا الله واللي بيحفظنا الله والذي يرزقنا الله والذي يميتنا ويحيينا هو الله وحده جل جلاله دون ما سواه من البشر والأنبياء والأقطاب والأولياء. ما في مخلوق يقدر يتصرف فيك أبدا أبدا، ما في مخلوق يتصرف فيك. إذا كنت ممن يسير إلى الله يعني سيرا صحيحا، أذكارك تمام، صلواتك تمام، ما بترقص في حولية، لا الفتم توم حمتنين نوم، ولا عندك طريقة ولا عندك أوراد اللالوبة، تلقى الواحد شايل له لالوبة نص طن ولا ما عارف كم شايلة في مخلايا. والله جد أنا عندي جدي عنده الشغلة دي، يعني ما تقول لي أنت ده جدي هذا مالك وماله، جدي عنده مخلايا بوجة كاملة اللالوبة دي الليل كله شغال شغال يجرد ور 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 وفتاء. وسبحان الله تقول لي تعال أسأل أنا بس هذا السؤال منطقي، لو في شوال بتاع قروش قال لك لو حسبته بيدك بنديك منه حاجة، ولو حسبته بالمكنة ما عندك فيه أي حاجة تحسبه بشنو؟ بيدك طبعا. أي ذو العقل يقول لك هذول يحسبوا بيدك، والله نقعد فيه يومين نحسبه. الآن الواحد تلقى بسبع بسبحة شغال ور ور ور، يحسبوا لك كيف دي ومن وين جبتها ور ور ور، دي جبتها من وين؟ الرسول كان يعملها أبدا. جيب لنا دليل إنه الرسول كان بجر الجرد والله بيسقاط، كان عنده سبحته من شنو؟ بقس خشب لعلوب ليه سبحته من ياتو نوع نوبته شنو لونه شنو؟ الكان بيدق النوبة منو؟ الكان الكان بيوزع البخرات والمحيات والحجاب منو؟ الرسول عنده؟ ما عنده. ده كله جاب الصوفية ودخله في الأمة السودانية، لحد الآن نحن نعاني من هذا الضلال الذي ينشره هؤلاء. عشان كده الناس تكون حريصة ما تتغش، يا دول خليك في عقيدتك نجيط وخليك في دينك قوي ما تتغشى والله الذي لا اله. وانا بديك الكلمه ده واختم بهذه الكلمه، افتح حجر حالي للسوق لك المنظمه بتاعه جماعه السودان ان شاء الله للدوله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شوف انا بديك كلمه اخيره، ويعني كلمه تكون يعني تستفيد منها. موسى عليه السلام، موسى عليه السلام الرب اخونا محي الدين، موسى عليه السلام لما فرعون خرج في طلبه، موسى ما جعل قدامه بحر وفرعون وراه، السفينة لا في طيارة لا في مركب لا في سفينة، بحسابة الفلاسفة بتاعنا اليوم ناس الاستراتيجية وما عارف الخطة الخمسية وربع خمسية يقول لك هذول ده هلاك 100%. لكن عشان تعرف انه التوكل الجد والإيمان الصادق إيمان الأنبياء، قال أصحاب ربنا قال فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لما شافوا فرعون وراهم قالوا الليلة خلاص حيدركونا. لكن موسى عليه السلام لما كان من امتلأ قلبه بالإيمان والتوحيد والتوكل قال كلا، شفت كلا دي ما معاه أي تاني حاجة، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وربنا أوحينا إليه أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. دي عصاية، دي عصاية ربنا فتح بها بحر، العصاية دي ذاتها ربنا ضرب بها موسى ضرب بها الحجر جابت مويه، وقل له اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل ناس مشربهم. العصاية دي ذاتها انقلبت حية، وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فالعصاية دي سبحان الله، لكن شوف انت موسى توكل وإيمان، توكل موسى وإيمانه لما طرأ الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين. وربنا يعني قال له أضرب العصا البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وعبر موسى عليه السلام ومن معه وغرق الطغاة والمتجبرون والمجرمين من أتباع فرعون. عشان كده توحيد هذا بيخليك ثقتك يعني توكلك على الله وإيمانك بالله، وما بتخاف لا من قبة لا من ضريح لا من شيخ طريقة لا بقرون لا بشملة لا فركة لا ما عارف منو، كل ما بتخاف منهم أبشرة أبشرة يتعامل لك شرة له وبجنزير ما بتخاف، لكن تكون عندك عقيدة فيهم تخاف فيه. قال لك ما تتكلم فيه وتسكت، وأذن حشفته في المحل ده هنا نتكلم في كل من دعا إلى الباطل وكل من دعا إلى البدع ونكشفه بكتاب الله وسنة رسول الله، ولا نخشى في الله لومة لائم، والذي يحفظنا هو الله تبارك وتعالى. في مناظرة إن شاء الله يوم الخميس، وقالوا الصوفية دارين ناظروا، ودي من تسننا بفارغ الصبر عشان 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 ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وإن شاء الله ما بواجهه والله الذي لا إله. شفت النازل متأكدين إحنا إذا جاء إن شاء الله الحق
يعلو ولا يعلو عليه. ربنا قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زائق ولكم الويل ما تصفون. فما في مناظرة جامعة السودان إن شاء الله يوم الخميس، هم قالوا بيجوا ونحن عارفين أنهم ما بيجوا، لكن الجنوبي في الجنوبي، وفي دورة الآن شغال أيضا في الشجرة مسجد عمر الدودي في كشف الشبهات المتصوفة في الأمور المسائل التي يعني أشاعوها وأزاعوها بين الناس من ادعاء علم الغيب والحجبات وكذا، ففي دورة كاملة شاملة في التفصيل والرد على هذه الشبهات وتفنيد هذه الشبهات بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أكتفي هذا القدر وأقدم أخونا شهاب أخونا بشوك أخونا عبد الحليم بشوك فليتفضل مجزيا. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.